لما نرجع تاني لنقطة مكافحة الإرهاب، طبعا فرنسا في الآونة الأخيرة تعرضت لعدة هجمات إرهابية في بعض من مدنها، ومصر لها هذه الخبرة الكبيرة صحيح. في التعامل مع التنظيمات الإرهابية المسلحة، هي حاربت نيابة عن العالم فيما صحيح. يتعلق صحيح. بمكافحة الإرهاب، وبالتأكيد لهذه الخبرة يعني وزنها مطلوبة من مصر لكي تقدمها لفرنسا، وقد ذكر هذا يعني في أكثر من حديث. كيف ترى التعاون وشكل التعاون بين الدولة التي تمتلك هذه الخبرة الكبيرة والدولة التي تعاني من هذه الهجمات الإرهابية يمكن للمرات الأولى في تاريخها؟ شوف، أنا عايز أقول لسيادتك على حاجة، يعني الرئيس السيسي أيضا كان له السبق في صك مفهوم مهم جدا، أن مكافحة الإرهاب هي حق من حقوق الإنسان. إن حضرتك تكافح الإرهاب ده حق من حقوق الإنسان، وبالتالي أصبح لمصر الريادة في هذا الموقف، تمام؟ نيجي بقى للخبرات، الرئيس السيسي أكد أيضا خلال اللقاء أن مصر عانت لسنوات من تنظيم كان يريد دائما اختطاف الدولة المصرية، ومن أعمال عنف وإرهاب في فترات زمنية مختلفة، وكان له القدرة على كبح جماح هذه الأعمال العنيفة والإرهابية. طيب الاستفادة تيجي منين؟ الاستفادة تيجي الحقيقة من أكثر من مستوى، فكرة التبادل المخابراتي، التبادل المعلوماتي، التبادل الأمني، أماكن تدريب التنظيمات العنيفة، كيفية تدريبها، آليات مواجهتها، طرح خطوات استباقية يا أستاذ شادي. هنا التميز المصري أنه في خطوات استباقية على أي محاولات لارتكاب أعمال عنف وإرهاب. كنت في وقت سابق كنت رد فعل، لكن النهاردة الريادة المصرية أنها أصبحت تجهض أي محاولات محتملة لشن أعمال عنف أو إرهاب، وبالتالي هذه الخبرة لابد أن تنقل عبر الخبراء المصريين، رجال الأمن المصريين، أظن أنهم يقومون بتدريبات مشتركة مع الفرنسيين، وبالتالي هذه الخبرة بتنقل، لأن الإرهاب لا يمس وطنا واحدا وإنما هو ظاهرة تمس العالم كله ويؤثر سلبا على العالم كله. أدركت ذلك مؤخرا بالزبط. يعني كانت الأول بتفتكر أو تعتقد أنه هي بمنأى عن الإرهاب، ولكن الذي حدث هو العكس، ولذا وجب التعاون، ومع من يتعاونون؟ مع مصر التي تحارب بالزبط. الإرهاب. وليس سرا يا أستاذ شادي أنه بعض الأماكن في أوروبا كانت يعني مكانا وملاذا لبعض الجماعات العنيفة والإرهابية، هي اللي اكتوت بنار هذه بالزبط. الجماعات بعد كده، وبالتالي أدركت أنه مصر كانت على حق في مواجهتها لهذه الأعمال العنيفة والإرهابية، واستعانت بالخبرة المصرية التي لا تضن بها مصر على أحد، لأنه هي تعلم جيدا أنه لا توجد دولة قادرة بمفردها على مواجهة هذه الظاهرة، وإنما يستلزم بالفعل تعاون دولي، مش بس تعاون مصري فرنسي يا أستاذ شادي، أنت تتطلب بالحقيقة أنك تضع حتى تعريفات لكلمة الإرهاب، تمام؟ يعني تضع تعريف لكلمة الإرهاب وأعمال العنف. هذا التعريف للإرهاب أيضا لطالما نادت به مصر يمكن من عشرات السنين، ولم يحدث إلى الآن تعريف الإرهاب. بالضبط كده. بالزبط. لأنه بيختلف طبعا بين دولة الأخرى ومصالحها. بالضبط. إنما أنت تحتاج بالفعل إلى تعاون دولي وإلى تبادل المعلومات. ليه؟ لأنه في النهاية نقيض هذا الإرهاب هو توفير بيئة مستقرة للتنمية، وكل دول العالم تسعى بالفعل إلى تحقيق التنمية ويعني تحقيق خطوات حقيقية على طريق المسار التقدم والتطور. ده لا يمكن أن يتحقق أبدا إلا في توافر بيئة آمنة. دايما بنقول إنه الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. إنك توفر بيئة آمنة ده معناه إنك بتوفر بيئة للتنمية الحقيقية، ومصر دولة عصرية تقود مسيرة ورؤية للتنمية، ليس التنمية الحالية ولكن التنمية المستدامة المستمرة لأجيال سابقة.